أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا بكم. هذا ياسين عدنان، عضو مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، يحييكم ويرحب بكم مع أولى عناوين القائمة القصيرة للجائزة في دورتها 14: فاطر الوردة للأديب الأردني جلال برجس، الصادر العمل الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. تحكي الرواية قصة إبراهيم الوراق، القارئ النهم الذي فقد كشكه ومصدر رزقه، فقد بيته ثم فقد أفراد أسرته تباعا، ليجد نفسه في الأخير أسير حياة التشرد. لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى الروايات التي كان يلتهمها، بدأ يستدعي أبطالها ليتخفى وراء أقنعتهم، وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل. هذا ما يقوله دفتر واحد، فيما هناك تناوب سردي داخل هذه الرواية لدفاتر عدة وروات متعددين. فكيف نجح جلال برجس في ضفر جدائل كل هذه الدفاتر والمصائر والرواة والشخوص والمصادفات ليجعل من تواشجها على امتداد 366 صفحة رواية مقنعة على مستوى الحبكة بالنسبة للجنة التحكيم التي اختارتها كواحدة من روايات القائمة القصيرة لهذا العام؟ فما هي الاعتبارات النقدية والفنية التي جعلت دفاتر الوراق تندرج ضمن اختيارات اللجنة؟ اسمحوا لي أن أتوجه بالسؤال إلى عضو لجنة التحكيم الكاتبة والناقدة الإماراتية عائشة سلطان. دفاتر الوراق رواية لجلال برجس، يعني نقف منذ عتبتها الأولى، عتبة العنوان، أمام رواية واضحة تتحدث عن مضمونها بشكل واضح. هي دفاتر الوراق، مجموعة من الدفاتر تتوزع بين الوراق إبراهيم وبين شخوص الرواية، وتحكي مضمون هذه الحكاية المؤلمة والمتشظية في نفس الوقت. هي حكاية الناس الذين دائما ما ينظر إليهم بإهمال أو لا ينظر لهم أصلاً. قوة الرواية جاءت من عواملها التي أسست لهذه الرواية. الرواية تتأسس على بنية نستطيع أن نقول أنها كلاسيكية، يعني هي رواية منذ عتبتها الأولى واضحة، عنوانها رواية شخوصها كثر متنوعين وأيضا ينمون خلال مسار الأحداث. سير الأحداث زمنيا يتم في نطاق زمني ممتد منذ الأربعينيات وحتى التسعينيات. شخوص الرواية لا يتمتعون بالتنوع فقط، وإنما يتنوعون بما يعرف بصراع الأبطال داخل النص الأدبي، فهم متقاطعون مع البطل وهم أيضا متصارعون، كل لديه هدف وكل لديه حكايته التي نطلع عليها من خلال دفتر معين. المكان في الرواية واضح، واضح جدا. المكان هو جبل الجوفة أو عمان تحديدا. طبعا الزمن يتراوح بين سنوات مختلفة، والمكان أيضا يتراوح بين موسكو والأردن. هناك قدرة لدى الكاتب على أن ينوع في الزمن، ينوع في الشخوص، ينوع في المكان، ينوع في نفسيات الشخوص الرواية. الشخوص مرسومين بشكل قوي وبشكل احترافي، يعني ليس هناك نقطة نستطيع أن نقول بأن الكاتب أهملها أو لم ينتبه لها. واضح جدا أن هناك تناص بين دفاتر الوراق وبين سرديات عربية مشهورة: اللص والكلاب لنجيب محفوظ، الهجرة إلى الشمال للطيب صالح. أيضا هناك أحدب نوتردام، شخصية من شخصيات أو بطل الرواية موجود في دفاتر الوراق. الشخوص هم شخوص القاع بشكل عام أو شخوص الهامش، وهنا يحسب لجلال برجس هذه الجرأة في ملامسة واقع صعب في ليس في الأردن، يمكن في المنطقة العربية بشكل عام، وهو نمو طبقة مهمشة
إلى جانب نمو طبقة متنفذة فاسدة استطاعت أن تأخذ من هؤلاء كل شيء وتحوز هي على كل شيء. استطاع جلال برجس من خلال نصه أن يشير إشارة واضحة، كمن يشير إلى منارة، كمن يشير إلى شمس، بأن هنا فساد وهنا مهمشين وهنا ناس يعانون من أشياء كثيرة. الخوف كان مسيطر على كل الناس اللي موجودين، كان هناك أمل واحد، البيت الذي يجب أن لا يهدم، البيت هو الوطن. وبالتالي الرواية أيضا ذهبت إلى الرمزية في جزء منها، جرأة ورمزية وتنوع وحفر في شخصيات الواقع المعاش، تشابك في العلاقات وتنوع في الشخوص، ولغة ثرية قوية فخمة جاءت مع برجس من نتاجه الشعري. كل هذا كون لدينا نصا سرديا قويا يستحق أن يصل إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر. شكرا، شكرا لك الأستاذة عائشة، والشكر موصول لكم أعزائي عزيزاتي. أما لقاؤنا فيتجدد غدا مع عنوان ثان من عناوين القائمة القصيرة. إلى ذلك الحين دامت لكم مسرة القراءة وصداقة الرواية.